بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. الوحدة الثالثة من كتاب المعاصر للصف الثاني الإعدادي، المنهج الجديد 2021. طبعا صورة الدكتور مجدي يعقوب في الوحدة يبقى بتتكلم عن شخصيات. فأول احنا كنا شرحنا الوحدة وجاوبناها من كتاب جيم، ودلوقتي هنعيد على الكلمات قراية سريعة، وفي نفس الوقت نبص على الجرامر ونحل الوحدة إن شاء الله. أول كلمة معايا بيقول لي date of birth أو birth date، اللي هو تاريخ الميلاد. date of birth أو birth date، تاريخ الميلاد عموما. hero يعني بطل قومي، junior يعني مسابقة للشباب اللي هم حديث السن الصغيرين، أما السينيور بقى عكسها مسابقة برضو بس للي أكبر شوية. كومبيتيشن دي مسابقة أو منافسة تطلق على أي حاجة بقى، كبار أو صغيرين أو دوري أو دورة أو كده. الهاندي بول كرة اليد، وفاينل يعني الماتش النهائي. وظائف بقى، الوظائف دي مهمة جدا. السيرجن اللي هو الطبيب الجراح اللي بيقوم بعمليات جراحية زي الدكتور مجدي يعقوب. باترون يعني راعي أو كفيل اللي هو بيرعى حاجة أو بيتولى مسؤولية كبيرة. سبورتس كوتش اللي هو المدرب الرياضي، المدرب الرياضي اللي بيقود الفريق مثلا للفوز او للمباراه. نيوكلير ساينتست عالم نووي، عالم نووي زي الدكتوره سميره موسى وهنتكلم عليها بعد شويه. انشنت ايجيبشن المصريين القدماء، برنسس يعني اميره. بعدين خديف اللي هو الخديوي اللي هو كان حاكم مصر يعني. ناشونال يونيفرستي الجامعه الوطنيه، كايرو يونيفرستي جامعه القاهره. شارك سمكه القرش، اتاك يهاجم. هارت بروبلمز مشاكل بالقلب، اكسبيرمنتس يعني تجارب. برايمري ابتدائي، بريباراتوري اعدادي. نيكلور يعني نووي. تريتمنتس يعني علاجات، ميديسين يعني طب او دواء. نيرفاس يعني عصبي. ديسكس يناقش، وامبروف يحسن. ولاند اللي هي الارض. برايز جائزه. برونونس يعني ينطق. هاند بول تيم فريق كرة اليد. وبعدين الناشونال كاب اوف افريكا، كاب اوف نيشنز اللي هي كاس الامم الافريقية. وعارفين اللي حصل طبعا، الكتاب بيتكلم عن قصة ابطال كرة اليد اللي فازوا بامم افريقيا. هنا بقى الكتاب بيتكلم عن شخصيات مهمة، زي اول حد عمر عبد القادر اللي هو اتولد في سنة 1994. وقال لي عمر ده، انتوا لو ركزتوا هنبص بس على رجله هنا، نشوف رجله ان فيها مشكلة، تمام. فبيقول لي ان عمر عبد القادر ده تمام اتولد عنده دلوقتي 22 سنة، في بقى سمكة قرش هجمته في مرة وهو في احدى التدريبات، اتاك دهم هجمته، ولوست أليج فقدت رجله، بس هي ديدنت ستوب، ما توقفش عن التدريب وما توقفش عن اللعب يعني، وعن عزيمة عنده لحد ما بقى ايه سكسسفول، ناجح قوي، وهو دلوقتي بيساعد ناس تانيين ويعلمهم ويحللهم مشاكلهم، وهو دلوقتي مدرب رياضة كبير. دي الدكتورة سميرة موسى اللي هي اتولدت سنة 1917 تمام، ودرست ساينس ات كايرو يونيفرسيتي، درست علوم في جامعة القاهرة، وكانت طبعا اول انثى مصرية عالمة نووية، كانت عالمة نووية يعني بتخترع النووي، الحاجات اللي هي ايه اللي هي اهم حاجة في الدنيا يعني، اللي هي ممكن تدمر العالم كله او تحمي العالم كله. وطبعا من خلال كده، وانتو الطيوس كانت عايزة تستخدم التريتمنتس، علاجات كتيرة في الميديسين لبعض الادوية. بعدين هنا بيتكلم عن البروفيسور او الدكتور مجدي يعقوب. الدكتور مجدي يعقوب طبعا لسه عايش طبعا لغايه دلوقتي، وعمر عبد القادر برضو عايش. مجدي يعقوب اتولد في 1935، يعني عنده لغايه دلوقتي مثلا 65 و20 يبقى 85 سنه. بعدين بيقول لي هي وينت تو كايرو يونيفرستي، راح جامعه القاهره، واصبح امبورتنت هارت سيرجن، جراح قلب. بعدين هيلبت بيبول، بدا يساعد الناس بقى في مشاكل القلب اللي عندهم لسنوات كتيرة، وتوقف معظم حياته منذ وقت طويل، ولكنه في 2006 بدأ تشاريتي يعني جمعية خيرية عشان يساعد الأطفال اللي عندهم مشاكل في القلب. الصورة الرابعة بيقول لي دي برنسس فاطمة إسماعيل، بتوضح فاطمة إسماعيل دي ذا برنسس الأميرة، وذا دوتر أوف كديف إسماعيل، كانت بنت الخديوي إسماعيل. And was born in 1853، وأصبحت بقى باترون راعي لأول جامعة مصرية، بعد ما هي دفعت فلوس كتيرة جدا وساعدت في أن تفتح هذه الجامعة سنة 1908.
من 1908 ل 1940 الناس بقى ايه كولد ات ذا ايجيبشن يونيفرستي، سميتها الجامعه المصريه باتت ناو كولد كايرو يونيفرستي، ولكن دلوقتي اسمها جامعه القاهره. يبقى فاطمه اسماعيل كانت ايه، كانت هي السبب في انشاء جامعه القاهره. لما نيجي نحل بقى، اول جمله بيقول لي نقط از سم وان، شخص معين هو اللي بيعلم الطلبه او بيعلم الناس ازاي يلعبوا او يحسنوا في الرياضه بتاعتهم. طالما يلعبوا او يحسنوا الرياضه يبقى ده السبورت سكوتش، اللي هو مدرب الرياضه او مدرب الكره عموما. النقط نوز هاو تو لوك انسايد ذا بادي، بيبص جوه الجسم، اند هيلب بيبل هو ار ال، وبيساعد الناس المرضى. السيرجن الجراح ولا البيشنت المريض ولا العالم ولا العامل؟ طبعا الجراح. بيقول لي نقط اكسبرمنتس، اكسبرمنتس يعني يقوم بتجارب، بيعمل تجارب. طبعا اللي بيعمل تجارب ده تمام اكيد مثلا يا عالم يا حد شغال في المعمل، وبيكتشف بقى هاو سينجس وورك، كيف تعمل الاشياء. ده جراح ولا عامل جمعية خيرية ولا مريض ولا ساينتست؟ اكيد ساينتست اللي هو عالم. هنا بقى بيقول الشخص اللي هو بيدي فلوسه وبيساعد الناس او بيساعد الاماكن، يعني بيمنح فلوسه، بيعطي الفلوس بتاعته لحاجة معينة وبيساعد الناس. يبقى ده سبورت سكوتش، مدرب رياضة ولا الجراح ولا الباترون ولا الانجينير؟ طبعا باترون يعني راعي، هو اللي بيبقى الراعي او الكفيل على الحاجة دي. The نقط تيم وينز اندر 19، عاوز يقول للفريق فاز بالبطولة اللي هي تحت 19 سنة في كأس الفاينل يعني. طبعا سينيور ولا اولدست ولا تشيلدرن ولا جينيور؟ طالما تحت 19 سنة يبقى ده بيتكلم على مسابقة الشباب الصغيرين. سوبرمان از ماي فيفورت كذا، انقذ ناس كتيره قوي، يبقى ده بيتكلم من منطلق البطوله، بيقول ان البطل اللي انا اعرفه هو سوبرمان عشان بينقذ ناس كتيره قوي. بعدين هنا بيقول نقط از اسبورت، رياضه، والسيفن بلايرز ان تيم، بيلعبوا فيها سبعه لعيبه في الفريق. طبعا دي رياضه الهاندبول، لان التنس مفيش سبعه خالص، والفوتبول دي 22 او 11 في التيم الواحد، وبعدين التشيس الشطرنج دي اتنين بس. طيب سميره موسى was Egypt's first كذا nuclear scientist، طبعا عايز هو كلمة فيميل يعني أنثى، أخدناهم في سنة أولى إعدادي لو أنتوا فاكرين، ميل وفيميل. دكتور مجدي يعقوب started a charity، بدأ جمعية خيرية عشان يساعد الأطفال with not problems، طبعا with heart problems اللي عندهم مشاكل في القلب. قبل ما سميرة موسى نقط في سنة 1952 كانت عايزة تستخدم النيوكلير تريتمنتس ان ميديسن، قبل ما الست تتوفى او تموت يعني. تمام. لين واز فيري كذا، لين واز فيري كذا، سو شي وازنت افريد اوف دوج، يبقى هي كانت بريف، كلمة بريف يعني شجاع، فالشجاع ده ما بيخافش بقى من ايه، من الكلاب مثلا او كده. تمام. طيب وي هوب اور تيم، احنا نتمنى ان الفريق بتاعنا ممكن يفوز بالكذا، طبعا يفوز بالجمعيه ولا بالتجربه ولا بالعمليه ولا بالورلد كاب، طبعا بالورلد كاب اللي هو كاس العالم. في الهاندبول جيم، في الهاندبول جيم يو سكور باي ثروينج ذا بول، انت بتركل او بتحرز اهداف بانك بترمي الكوره في الايه بقى، طالما الهاندبول يبقى انت بترميها في الجول اللي هو المرمى، المرمى. اما باسكت دي بتاعت كرة السلة، وبول ده حمام سباحة، وبوينت يعني نقطة، لا انت بترميها في الجول اللي المرمى يعني. زي بيكام هيروز، هم اصبحوا ابطال، باي نقط جريت جوبز، طبعا باي بتاخد بعديها الفير باي ان جي، يبقى باي دوينج. هي نقط ذا نمبر 1 تشيس بلاير ان ذا فاميلي او ان هيز فاميلي، فعايز يقول لي هو اصبح رقم واحد، طبعا ذا نمبر 1 تشيس بلاير ان هيز فاميلي، يبقى he gave the number he made he became the number one، يعني اصبح رقم واحد في الاسرة. try to not your homework by doing research، طبعا try to يبقى تاخد بعدها المصدر try to do your homework. التمارين بقى على زمن الماضي، بيقول لي he not a junior chess competition when he was، لما كان عنده مش عارف كام سنة، يبقى طالما انت لما كان عنده يبقى انت بتحكي في الماضي، يبقى one اللي هي في زمن الماضي. my uncle رشيد نقط born، يبقى was born عشان اقول اتولد في سنة كذا. بعدين 1990 هي نقط the number one chess، يبقى he became بتاعت زمن الماضي، اصبح في زمن الماضي.
والنقط زي وين ذا وورلد كاب فاينل؟ قال له لاست يير. طبعا طريقة السؤال في زمن الماضي لازم تبقى ديد. بعدين وير ديد يور بيرانتس، اخد المصدر بقى لوجود ديد، طالما جت ديد يبقى لازم اخد المصدر. ايجيبتس هاند بول تيم، فريق الهاند بول ده، نقط ان ا فاينل بيفور اتس نوت ذا فيرست تايم. طبعا ان ذا فاينل بيفور اتس نوت ذا فيرست تايم يبقى بلايد، يبقى لعبه قبل كده عشان ما كانتش ايه اخر مره. زي نقط ذا لايبرري 10 مينيتس اجو، كلمه اجو دل على زمن الماضي يبقى لازم اخد الفعل في زمن الماضي ليفت. ونقط بريك فاست went to school، طبعا يبقى الكلام في الماضي على طول لان هو هنا هيبقى تناولنا الفطار، لانه هنا اتكلم في الماضي وروحنا المدرسة وبرضو اتكلم في الماضي وقال فعلنا. تمام. طيب زي ديد انت تاخد بعدها المصدر مباشرة يبقى لازم اخد جو. هدى نقط يستر دي، كلمة يستر دي دل على الماضي يبقى هدى لازم تاخد وز علشان ايه؟ علشان هي بتتكلم في الماضي. Were you worried؟ هل انت كنت قلقان about your brother؟ قال له yes I was، نعم انا كنت كذلك. She not the match yesterday، she enjoyed it very much، طبعا يبقى watch لان الكلام هنا في الماضي، enjoyed اهو بالاي دي، استمتعت في الماضي. بعدين بيقول لي نقط the children win the football match last week، طبعا win مصدر يبقى لازم اخد did، لازم اخد did. طيب تدريبات من كتاب الطالب بقى، بيقول لي سنة 1995 دكتور مجدي يعقوب ستارت، لا ستارت بس ما تنفعش، لازم تبقى ستارتد في زمن الماضي عشان الراجل اصلا بيتحكي لي انت على زمن ماضي، زمن عدى، يبقى لازم تبقى ستارتد في الماضي. زي ليف ان ا سمول فلات من 2005 ل 2006، ده كلام في الماضي، الكلام في الماضي يبقى لازم يكون بالاي دي ليفد، عاش. مجدي يعقوب وير بورن، طبعا لا يبقى واز بورن، الله اكبر الله اعظم. الفعل جيت هنا في زمن المضارع، لازم يبقى في زمن الماضي علشان في تاريخ في الماضي اللي هو ده. تمام. طيب هنا بقى زي didn't give، الفعل give هيرجع لاصله ويبقى give لاننا هنا استخدمنا didn't فلازم يجي المصدر. نفس الموضوع في اللي تحتيها، had يرجع لاصله ويبقى have لانه جه بعد ايه؟ بعد didn't. بعدين where did you learn is، لا يبقى الفعل في المصدر بس learn يعني هحذف منه ايه؟ did، هحذف منه الاس اسف. مسابقة او فريق الكبار doesn't، وجاب لي 2018، و2018 ده زمن الماضي يبقى لازم الفعل يكون في الماضي يعني بدل doesn't تبقى didn't. ماشي. طيب هنا بقى عايزني اصحح الفعل ان انا اجيب صيغة الماضي منه. هي نقط a week in Alexandria last summer، فبدل اسبنت تبقى اسبنت بالاس. تمام. اسبنت. تمام. طيب نخلي الكتابة حمرة كده مثلا عشان تبان. طيب هنا بقى زي سي نجيب الماضي منها اللي هو سو. تمام. هو بيقول له خد الفعل الصحيح، وطالما يستر داي ولاست كلها اساليب في الماضي. تو years ago she couldn't speak، بدل كان دي اجيب الماضي اللي هي ايه؟ اللي هي كود، وانزل النفي زي ما هي. Do you visit تبقى did علشان الكلام في الماضي محتاج مين؟ محتاج did. تمام. did بالشكل ده. did نوها يبقى لازم مصدر بقى اللي هو go، لانك انت طالما جبت did يبقى لازم ايه؟ يرجع الفعل لاصله، فلازم تبقى go. ماشي. طيب نشوف بعد كده تمارين عامة على الدرسين الاول والتاني. طبعا فاطمة وسارة، فاطمة بتسألها بتقول لها what is your favorite sport، what is your favorite sport يعني ما رياضتك المفضلة، رياضتك المفضلة ايه؟ طبعا ردت وقالت فوتبول، ففوتبول اللي هي كرة ايه؟ القدم. سألتها سؤال، قالت لها ايه هنا بقى؟ اللاعب المفضل اللي هو مو صلاح. تمام. محمد صلاح. يبقى السؤال هنا مين هو اللاعب المفضل بتاعك؟ تمام. طيب هعملها ازاي بقى؟ هاجي انا شايف محمد صلاح عاقل، فهقول هو، وبعدين بعد هو بيجي از اللي هو الفعل المساعد، وبدل كلمة ماي بكلمة يور دي، هو از يور، واروح قايل لها ايه؟ واروح قايل لها الكلمه دي فيفورت فوتبولر، مين هو الفيفورت فوتبولر بتاعك؟ يعني هكتب دي الاول وبعدين اكمل بدي. قالت لها محمد صلاح. سالتها سؤال، قالت لها هو يلعب في ليفربول. الاجابه هنا يلعب
في ليفربول، يبقى طبيعي انها تسألها بيلعب فين او في انهي فريق بيلعب، صح؟ فانا ممكن اقول لها اين يلعب، الطبيعية السهلة، وممكن اقول لها في اي فريق يلعب. فالسهلة ان انا اقول ايه، وير، ثواني احول انجليش، تمام، وير داز هي بلاي، يعني اين هو يلعب، تمام، لان انا شايف مثلا مكان اللي هو ليفربول. طيب حبيت اظبط الجملة قوي بقى، هروح اقول ايه، هروح اقول ويتش تيم بدل وير دي، ويتش تيم داز هي بلاي، انهي فريق هو بيلعب، قالت لها هي ليفربول. قالت لها واي دو يو لايك هيم، انت ليه بتحبيه، اند ويتش از يور فيفورت فوتبول تيم، خلاص ماشي. قالت لها انت ليه بتحبيه بقى، فممكن طالما السؤال بواي لماذا، لازم اجاوب بيكوز، بيكوز يعني لان، بيكوز هي از، واقول اي صفة فيه بقى، يعني مثلا ممكن اقول ايه، فاست، بحبه عشان هو سريع، انا بجاوب بالحاجات السهلة، تمام، فانتاستيك، سكولر، جود فوتبولر، لاعب كرة كويس، حاجات كتير يعني، تمام. طيب which is your favorite team، اي فريق مفضل بالنسبة لك، طبعا هتقول لها مثلا نخلينا في مثلا في ايه، الناس بتحب ايه، نخليها مثلا الزمالك، تمام، الزمالك، تمام. بعدين انا هتقول لها حاجة، قالت لها yes they score many goals، طالما هنا بقى yes يبقى لازم السؤال يكون بهل، مفيش فعل مساعد، يبقى هجيب من عندي دو عشان دي جمع، دو they score جولز، هل هم يحرزون الاهداف، قالت لها ايوه بيحرزوا اهداف، تمام. طيب لما اجري تشوز بقى، هي نقط ان تريم وين هي واز 20، لما كان عنده 20 سنه، قابل عمته ريم، يبقى ميت في الماضي. ماي فاذر نقط اجوب ان كايرو 5 ييرز اجو، الفعل في الماضي. الدليل ايه، الدليل هنا وين هي ووز دي على بعضها دليل الماضي، الدليل هنا كلمة اجو هي بتاعت الماضي، تمام. طبعا معروفة كلمة اجو بتيجي اخر الجملة، يبقى هي تبقى الاجابة بتاعت رقم 3، افلات يير اجو، يعني عاوز يقول احنا يضحى انت ان الشقة منذ سنة. المان ده هاد ان اكسيدنت، الراجل ده حصلت له حادثة، وطبعا بيقول لي اند هي نقط هيز هاند، يبقى الراجل لوست بقى، فقد ايه، ايده، والعياذ بالله. There are many كذا here، be careful they are dangerous، خطيرة. ايه اللي خطير هنا بقى، اكيد اسماك القرش مش الاسماك العادية ولا الدولفين. سبورت سكوتش، مدرب الرياضة بيعلم الناس هاو تو بلاي اور نقط سبورت، او ان هم امبروف، يطوروا نوع معين من الرياضة. اخويا الصغير بيلعب كورة، ان اه نقط تيم، 16 سنة، يبقى ده لسه في الشباب، يبقى ده جونيور. بعدين there are five كذا in basketball team، في خمسة، في خمسة ايه بقى، خمس بلايرز، خمس لاعبون في فريق كرة السلة. My teacher is very كذا، he never gets nervous، يبقى بيشنط، بيشنط يعني صبور، ما بيتعصبش خالص. وين عمر ووز 20، لما عمر كان عنده 20 سنة، الشارك اتاكد هيم، هجمته بقى. طيب ووز يو بيزي، طبعا ما تنفعش ووز مع يو، اما اللي بيجي مع يو هو مين، هو وير، تمام. Where do you go yesterday؟ طبعا did. He where؟ طبعا he was. تمام؟ طيب بعدين بيقول لي بقى I didn't won the prize. I didn't won the prize. طبعا ترجع لأصلها وين عشان الفعل فين؟ في المصدر. صحح صيغة الفعل. study اكيد هنخليها studied، يعني نقلب الواي لاي ونضيف اي دي علشان last night، الليلة الماضية. بي هنا مع ات تبقى ووز. نوت بي ات سكول، يبقى هنخليها ويرنت علشان بي. بعدين هنا بي زي تبقى وير بس بقى. بعدين هنا يو ميت، يبقى ديد يو ميت هدى لاست مانداي، لا هو مش جايب علامة استفهام، تمام، فانا هقول له يو ميت، يو ميت بس، تمام، بس مفيش علامة استفهام عشان اعملها سؤال. هي نقط يوز هنخليها نزود لها بس الايه، الدي، علشان تبقى في زمن الماضي، تمام. طيب بالتوفيق للجميع، ده مجاب عنه في نهاية الكتاب. سوش الاعجاب بالفيديو واشتراك بالقناة. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.